مزيد مشاهدينا الكرام حول الملف الأمني في العراق، ينضم إلينا من بغداد دكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي. برحب حضرتك دكتور بداية في نبض العراق وعلى شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. شكرا. بداية، العراق اليوم وهو يحيي الذكرى الرابعة لإعلان النصر النهائي على داعش، لو تطلعنا دكتور كيف تسير ربما العمليات القتالية والحملات الأمنية ضد ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه التحدي لا زال قائم، وإن كنا ندرك حقيقة أن هناك تنامي للقدرات القتالية على مستوى مواردنا الوطنية، وبالحقيقة لا زالت هناك مجاميع جوالة. هذه المجاميع الجوالة تربك الأوضاع في الداخل العراقي، ربما وهذا ما نأمله بالحقيقة مع تشكيل الحكومة القادمة سيصار إلى أحداث تغيير في المؤسستين الأمنية والعسكرية على مستوى الإدارة، أي بمعنى تأمين استراتيجيات ردع تتوفر فيها مستلزمات معالجة الحروب غير التقليدية ومواجهة مثل هكذا جماعات بتنمية المهارات القتالية والقدرات القتالية، فضلا عن تأمين الجهود الساندة على مستوى المواجهة والاشتباك في مجال الحرب الإلكترونية، الاستطلاع الإلكتروني، الرصد، ومن ثم سيصار إلى تضييق الخناق على هذه الجماعات. فإذا احنا لازلنا أمام تحدي يستلزم بالحقيقة أن يأخذ صانع القرار السياسي بنظر الاعتبار أن الحكومة القادمة ستأخذ بهذه الاستحقاقات استحقاقات وطنية مطلوب التعامل معها. وصراحة دكتور أحمد، يعني ما يدل على كلامك بتنامي ربما اليوم القدرات القتالية للقوات العراقية على مستوى الموارد التي يحظى بها العراق هو انسحاب القوات التحالف الدولي من العراق، هو ما يثبت قدرة هذه القوات على يعني إدارة المعارك بمفردها. طب العراق وهو ينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة مع بدء العام الجديد واختتام هذه المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، لو تطلعنا على شكل العلاقة التي ستكون عليها، يعني العلاقة بين القوات الأمنية والتحالف بعد هذا التاريخ؟ بالحقيقة لا زال التعاون قائم بين الولايات المتحدة والتحالف الدولي من جهة وبين العراق، وإن كان هناك ضغط إقليمي يدفع باتجاه فض العلاقة وإنهاء العلاقة مع التحالف الدولي والولايات المتحدة، ولكننا نرى أن مصلحة العراق في إبقاء التوازنات الدولية حاضرة لمواجهة بالحقيقة مشاريع ما عادت خافية على الرأي العام العربي والإسلامي وعلى بها كل من تركيا وإيران. وفي تقديري أنه آن الأوان أن يلعب العراق في مشروعه القادم دورا في التوازنات الإقليمية، لأنه إحنا أمام استحقاقين: الأمن الإقليمي وهو الذي بإذن الله سيتحقق بالتكامل بالترويكة الثلاثية بين الجيش المصري والجيش العراقي والجيش الأردني، وربما أيضا لسنا بعيدين عن معادلة الأمن القومي العربي الذي باتت تأصف به مشاريع بالحقيقة ما يؤسف لتعد إقليمية ولكنها ترغب بالتمدد على المجال الحيوي للدول العربية، وبالتالي هناك أمن إقليمي استحقاق المرحلة القادمة، والأمن القومي العربي يجب أن يعاد الاعتبار إلى بوسائل وأدوات عربية، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بإنجاز مشروع التكامل بين الجيش المصري والجيش العراقي والجيش الأردني، وما نأمله أن تكون هذه الترويكا نواه لتضافر الجيوش العربية كلها في توجه واحد وإدارة واحدة. وإحنا بالحقيقة نرى أنه المستقبل الواعد لا يتحقق للعراق بمفرده ما لم يتكامل إقليميا، وربما التوجه حتى للرأي العام العراقي باتجاه مصر لن يؤسس فقط إلى علاقة ضامنة للأمن فقط، وإنما للأمن الاقتصادي، لأنه منظمة غاز الشرق المتوسط والتعاون في مجال الغاز لا سيما في ظل الحاجة المتنامية للغاز الطبيعي والأدوار التي ستلعبها كل من مصر والعراق سيؤدي إلى تحقيق الأمن الاقتصادي الإقليمي، وهذه ستدخلنا في معادلة جديدة ستتحقق إقليمية دولية جديدة تكون أقطابها العراق ومصر، وهذه ليست عابرة، هذه ستؤسس إلى معادلة توازن جديدة حتى على المستوى الدولي.
خليني أعود معك دكتور أحمد إلى الملف الأمني. هناك إجراءات عديدة أيضا يتخذها العراق اليوم لتأمين الحدود، يعني ربما آخرها هي تطورات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا مع انتقال هذه المسؤولية لقوات حرس الحدود تحديدا. كيف سيؤثر هذا الأمر في إعطاء مرونة أكبر للجيش في عمليات بعمق البلاد؟ نعم، بالحقيقة احنا كنا يعني نؤكد على قضية خطرة جدا، انه داعش في مرحلة ما اعتمد مبدأ كسر الحدود بين سوريا وبين العراق واسس دولته المزعومة. ولكن الان لا زالت الحدود فيها منافذ وقادرة على ان قادر التنظيم على ان يحقق ما يطلق عليه بالتسلل لرصد التنظيمات في داخل العراق لموارد بشرية وتسليحية. فإذا كان هناك معضلة حدودية تتعلق بعملية التسلل، الآن جرى الحقيقة تحديد المهام والواجبات للقطاعات، ولكن من الضروري جدا لا نكتفي فقط في الدور المسك الحدود بشريا، وإنما نصار إلى مسك الحدود تقنيا حتى يصار بتضافر الجهود بين الجهد التقني والجهد البشري، يصار إلى المسك المحكم للحدود، وآنذاك ستختفي مظاهر نشاط هذه الجماعات الجوالة التي من الواضح جدا أنها تستثمر الثغرات الحدودية من أجل إعادة إنتاج نفسها عبر عملية التسلل. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا من بغداد دكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي، حدثنا هاتفيا على كل هذه المعلومات.